بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وبتوفيق الله، تقدم معنا الدرس السابق الاستقامة على العهد والبيعة. وكثير من الناس، بل كثير من الطلاب الذين يطلبون الكرامة في حياتهم، أن يكون له كرامة أو تظهر له كرامة، والكرامة عند أهل الله رضوان الله عليهم هي ذنب وليس بفضل، لذلك يستغفرون من الكرامة كما يستغفر المذنب من ذنبه ومعصيته. الكرامة أن تستقيم على شرع الله، أن تستقيم على طاعة الله. الكرامة هي الاستقامة بكمال التوجه إلى الله. متى تحول عن ذلك التوجه ولو قيد شعره، فنقول له اسمع هواتف الحقيقة تناديك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. إياك أن تلتفت عن صدق التوجه إلى الله طرفة عين. متى التفت طرفة عين إلى عطاء الدنيا أو محن الدنيا أو كرامة الدنيا، ففي الحقائق دائما تناديك إنما نحن فتنة. كل ما في الحياة من عطايا فتن. المؤمن هو الذي لا يشغل بغير الله ولا يتجه لغير الله، وإن سأل فلا يسأل إلا الله، وإن خاف فلا يخاف إلا من الله، وإن طلب فلا يطلب إلا الله. هذا المؤمن يعني. فالاستقامة أن تستقيم بصدق التوجه إلى الله. وأكثر ما يصاب السالك في طريق الإيمان، أكثر ما يصاب عندما يلتفت إلى شيء من الكرامات أو طلب شيء من الكرامات. أنت تطلب من ربك الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. متى التفت مريد صاحب الإرادة، وكلما كانت الإرادة صادقة كلما كان العطاء أوفر وأكثر. كلما كان الإرادة صادقة كلما كان القرب إلى الله أكثر وأقرب. فلو أن المريد التفت بهمته إلى غير الله، طلب غير الله، مال لغير الله، سواء كانت امرأة أو مال أو شغل أو عمل، متى التفت إلى غير الحقيقة تناديه هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، الذي تطلب أمامك. أنت بدك الله، طالب الله، خليك العيلة الأمام. كل طلب في الحياة يفنى إلا طلب واحد يبقى، هو الله. والطلب الباقي هو الطلب الحق، والطلب الفاني هو الطلب الكاذب. فمهما طلب الإنسان من الحياة
من عز أو كرم أو مال أو جاه، فكله هباء في هباء. يعرف ذلك قبل الموت، هباء في هباء، هباء يعني لا وجود له. يعرف هذا عند الموت، عندما يأتيه الموت يجد أن المال والجاه والسلطان كله كان خيال في خيال، كان في منام وصحي. فيصحى عند الموت لكن فاته قطار العطاء، فاته قطار القبول، فاته قطار الحب، خسر خسرانا مبينا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا فما أدرك منها شيئا، وخسر الآخرة فما عمل لها شيئا، فكان من أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا أراد الإنسان أن يتثبت من ذلك فلينظر ابني إلى الملوك، انظر إلى الملوك، انظر إلى الزعماء الذين عاشوا بحياة أرستقراطية كبيرة، ثم أتاه الموت ماذا أدرك وماذا حصل وماذا أخذ؟ حطوا له هالقطنة ولفوا بها الخرقة، حطوا تحت التراب. أين الملوك التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والحلل؟ ماتوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فالمستقيم صاحب إرادة، وصاحب الإرادة لا يطلب إلا الله. صاحب الإرادة ليس له ميل ولا هدف ولا طلب إلا الله سبحانه وتعالى. فما توقف طلب سالك أو طلب أنت طالبه، ما توقف إلا بانشغالك عن الله. مهما كنت طالب، متى ما شغلت عن الله توقف طلبك. أما ما دام طلبك الله يتحقق لك كل طلب في الدنيا والآخرة. متى كان الطلب الله؟ فإذا طلب الإنسان مكانة في الدنيا، لنجيب مثلا مثل بعض الأحباب، طلب سالك من السالكين أن يكون من أولياء الله، طلب، إن صدق التوجه إلى الله، إن صدق التوجه وصدق الذكر وصدق بالإقبال على الله نال الولاية من الله. أما إن طلبها من طريق حركات أو عبادات ليس لها توجه إلى الله، قال والله أنا تزوجت والزوجة الله أمرني بأنه أكرامها، فتوجه لإكرام الزوجة، نسي إكرام نفسه، ضاع منه ما طلب، تحول. أو أراد الغنى، قل أنا أردت الغنى مشان أخدم الإسلام، بالغنى وقع في الطغيان، لم يبلغ ما أراد وخسر ما أراد. فالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول. والاستقامة تحتاج إلى إرادة فولاذية، كون عنده إرادة لا تتوقف، إرادة لا تنثني، لا تشتغل بغير الله بكل الإرادة،
بكل الهمة بكل العزيمة متجه إلى الله عز وجل في ليله في نهاره في ذكره في طاعته، متجه إلى الله عز وجل اتجاه الصادقين اتجاه المخلصين. هذا الذي يريد الاستقامة. قالوا ربنا الله، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، وهذه الكرامة. هل لك كرامة أكثر من أن تتنزل عليك الملائكة؟ تتنزل عليه الملائكة، ملائكة الإلهام، ملائكة العطاء، ملائكة الفضل. إن لله ملائكة يرشون النور في قلوب أوليائه، يرشون النور، فإن أغرم بالنور صار معه غرام، وأحب النور يقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل انسخ العبادة، انسخ اللذة من قلب فلان، انسخ اللذة من قلب فلان، متلذذ صاير معه أنوار وأحوال، متلذذ، انسخ النور من قلب فلان، فيصبح والها كولد يرضع قطعت أمه الرضاعة عنه. شلون بيصير؟ عم يفتح تمه بده بس نقطة حليب. انسخ الحلاوة من قلب عبدي، فإن كان سالكا لجأ إلى الله وتوجه إلى الله وأخرج من قلبه ما سوى الله، فيقول الله تعالى: يا جبريل كيف رأيت عبدي؟ بعد ما نسخت العبادة الحلاوة من قلبه، كيف رأيت عبدي؟ قال: يا رب ما زاد في ذكرك وما زال في طاعتك. فما انشغل ولا انقطع ولا التفت، متجه إليك، ما انشغال أبدا. في واحد متى ما شاف شويتك انقطاع بيفتر، ما عاد يذكر، ما حسيت قلبي اشتغل، ما حسيت فتر. فنقول لك: أنت مالك طالب، طالب الماء العطشان بيتم عم بيحفر لو حفر مترين وثلاثة حتى يصل إلى الماء. الطالب بده يتم مستقيم، تم ملازم. فإذا ثبت على ذكره وثبت على توجهه، قال الله تعالى: يا جبريل رد لعبدي ما سلبت منه وزده عليه. فيرد جبريل عليه الحلاوة ويزيده عليها قربا، لأنه صدق بالتوجه إلى الله، صدق بالإخلاص إلى الله. فلا تظنوا يا إخواني أنه أنت اللي بتحبه بدك يا بصير، أو في هناك ميزان عند الله تعالى، ميزان الله، وأنزل الميزان، ميزان يحاسبك على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة بمجرد النية، بمجرد النية تتحول الأحوال. فلو كانت نيتك الله لزدت تقربا وزدت توجها وزدت عطاء، لكن لما كان التفت بوجهه أو التفت بقلبه عن الله، يقول الله تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. فإذا التفت الثانية قال الله تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه فيهلك، أعرض الله عنه. بدك الله، الطلب يا أحبابي الله، الطلب ما الشيخ ولا الأحوال ولا الأنوار ولا التجليات ولا الفيوضات ولا العطايا، الطلب الله. وأن إلى ربك المنتهى، النهاية الله. وأن إلى ربك المنتهى، وأغلى ما في الجنة
الجنة بستان فيها من النعيم ما لا يدرك، لكن ما هو أغلى من الجنة النظر إلى وجه الله. هذا المطلوب، وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. بعض أولياء الله رضوان الله عليهم عند النزع رفع الغطاء فرأى منزلته في الجنة، وهذا ورد في الحديث أن المؤمن لا تفارق روحه جسده حتى يرى مقعده في الجنة، لا تفارق الروح الجسد حتى يرى مقعده من الجنة. فبعض أولياء الله كشف له فرأى قصور الجنة وعطاء وما فيها، فقال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أنا بدي أحجار، أنا بدي قصور، بدي شجر، شو بدك لكان؟ قال له: وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. أنا بدي النظر إلك، ماني غير، ما بدي غيرك. الإمام الشبلي رضي الله عنه وأرضاه من همته العالية أتى بعض المريدين قال له: يا سيدي شفتك منام مزعج، خير؟ قال له: رأيتك دخلت النار، القيامة قامت وأخذ بك إلى النار. قال له: أشوف يعني نار؟ قال له: خلقه ولا مو خلقه؟ خلق الله ولا خلق غيره؟ قال له: لا، خلق الله. قال له: ما دام خلق الله وأنا عبد من عباد الله، حاططني مع خلقه. ما زلت يا سيدي؟ قال له: يا ابني صلي 40 سنة وأنا أرى هذا المقام، أني في جهنم. يا ابني أنا عبده، والله لو أدخلني إلى النار لأعلمن أهل النار أني أحبه. بيحطه بالنار. لو دخلني إلى النار لأعلمن أهل النار أني أحبه. ومحب يحطني أنا معه. لو حطني بجهنم تكون جهنم، تكون جهنم جنة إلك. المحب لا يرضى لحبيبه إلا أكمل العطايا، لكن المؤمن يا ابني صاحب إرادة هائلة، بده الله، دنيا مال جاه، حط بالخرج هذا كله يا ابني. شفنا الملوك وشفنا العظماء وشفنا شو كانت النهاية تبعهم، شو كانت النهاية تبعهم؟ فقدوا أحبابهم، فقدوا الدنيا، وفقدوا المال، وفقدوا الجاه، وصاروا مثل الأغاط الميتة بالطريق. أما في مؤمن أهين عند الموت، يقول لما الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لما توفي خرج بجنازته أكثر من 7000 يهودي، وما رجعوا إلا وأسلم نصفهم من جنازة الإمام أحمد. سبحان الله، واحد بموته بيهدي الخلق، واحد بحياته ما عم يهدي نفسه. هناك الإرادة يا ابني، الطلب، عذب ومن حنى، ضرب ومن حنى وبقي قائما على ما أراد الله ورسوله حتى لقي الله، ونرجو الله له رفعة المقام عند الله. فإذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أنت على الذكر، استقمت على الذكر استقامة من غير انقطاع. واحد بيذكر يوم بيترك يوم، كل يوم بدك ترجع من أول وجديد، كل ما تركت بدك ترجع من أول وجديد. إلا من لازم وواصل بتم ماشي.
اذا كل ما بده يمشي كم خطوه رد رجع، مشي من هون قال لا والله يمكن مو من هون، رد رجع، رد مشي من هون لا من هون، رد رجع، رد مشي كم خطوه ورجع. امتى بده يصل؟ ما لح يصل الا من دأب على السير والتوجه، فهو الذي يدرك مأموله وما اراد تحصيله يدركه بهمته وعزيمته. فالإرادة إذن أن تكون أيها الأخ أن تكون طالبا لتكون مطلوبا، تكون طالبا في البداية، فإذا صدقت واستقمت صرت مطلوبا، كما حصل مع سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فهو طالب. لكن سيدنا محمد كان مطلوبا، قال الله له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك. سيدنا موسى قال رب أرني أنظر إليك، الله أكبر، أرني أنظر إليك. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشف له الغطاء ودعي إلى القرب من الدنيا إلى الآخرة، دعي إلى القرب، أدنو يا حبيبي، أدنو يا حبيبي. في فرق بين هي وبين هي صلى الله عليه وسلم. فكن مريدا صادقا لتصبح عند الله مرادا يريدك لإنقاذ عباده، يريدك لهداية خلقه، يريدك لدلالة العباد عليه، صرت مرادا عنده. فمن المريد إلى المراد، هذا اللي بده يسلك. أما سلك لحال، سلك لعطاء، سلك لفتح، صار له شوية فتح، صار له شاف حاله أنه صار كل شيء، قال له يا ابني رجاء صحح إرادتك وصحح طلبك، ارجع إلى البداية، ارجع إلى البداية وأخلص الطلب حتى تصل إلى النهاية. تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الشريعة وملائكة الرسالة لا تنزل إلا على الأنبياء والرسل، على الرسل فقط. أما على الأولياء تتنزل ملائكة الإلهام، تتنزل على الأنبياء مثل ما تتنزل على النحل. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل. ليش إلى النحل أوحى؟ لأن النحل مخلصة في توجهها إلى الله، توجهت إلى الله، صدقت إلى الله، تزللت وانكسرت. فلما تزللت وانكسرت وتوجهت إلى الله جعل فيها العسل. وقد ورد أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق العسل أوحى إلى المخلوقات إني خالق خلقا فيه شفاء للناس. فأتى الفيل رفع خرطومه، أنا أكبر الحيوانات، أنا إجا الجمل رفع رقبته، إجت الزرافة رفعت رقبتها، أنا النحلة، أنا الدبانة، أنا راح تخبت ورا ورقة التوتة إنه أنا مالي وجود، مالي أهل، تخبت ورا ورقة التوتة. فنظر الله إلى انكسارها فجعل العسل فيها، دبانة تخرج شفاء للناس، وفيل شو بيعطي؟ بيركبوه، يركب ويضرب، بينما النحلة تعطيك عسل لحتى تطالع لك وقية العسل، تمشي قد الأرض من شرقها إلى غربها
حتى تعطي كيلو عسل. فكلما تذللت إلى الله أكثر وتواضعت بين يدي الله أكثر حملك الله من عطاياه. وكما حفظنا العبارة: لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياهم. صير مطية بحملك العطية. ملك بده ينقل لغزاني غزانته الخاصة المجوهرات والذهب بده ينقلها، على ايش بينقلها؟ على حمار او على فرس او على بغل؟ بيحملها على فيل؟ لا، بيحملها على حمار. لما تذلل حط الجوهر فوقه، حمله الجوهر وحمله المال، والوزير الكبير ما حمله شيء. لما ذل حمل. فلو ذللت إلى الله بنفسك وروحك لحملك الولاية والعطايا والمدد حتى جعلك منبع خير للخلق، منبع خير للخلق، تنبع بهداية وتنبع بعطايا وتنبع بفضائل حتى تنقذ الخلق إلى الله جل وعلا. فالإرادة همة المسلم، همة المسلم أن يسعى ويصل إلى محبة الله. لا نريد في هذه الدنيا يا ابني إلا الله. الإرادة الهم مبدأها والهمة نهايتها. الإرادة الهم مبدأها، بتهم بالعمل وتتوجه إليه، والهمة نهايتها. كلما زادت الهمة أعلى كلما بترتقي أعلى. يعني بده يطلع على الجبل ما بده يحمل عكازات، بده يكون عنده همة يطلع إلى الجبال. أما إذا ما في، إذا في همة بالعكازات بيطلع. إذا كان في همة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الأبطال إجره عرجة، عمرو بن الجموح كان أعرج مصاب برجله فعم يعرج، صارت معركة بده ينزل للمعركة، عنده 9 أولاد، بابا نحن بنفديك بحياتنا خليك. قال لهم: يا ولدي لا تحرموني الجنة. 9 أولاد، بابا نحن بنفديك بحياتنا، لا تحرموني الجنة. قالوا له: أنت أسقط الله عنك. قال: ليس على الأعرج حرج. قال لهم: إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، يفوت على الجنة أعرج. راحوا شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة، اشوف في أكلة بقلاوة ولا نمورة عم يتقاتل عليها ضرب سيوف وغز رماح، لا تحرمني الجنة. فقال النبي: دعوه، اتركوه. وقتل في المعركة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته. همي همي أعرج فوت على الجنة. صبيان هاجموا للقتال بده يفوت على الجنة. لما يرجع النبي يبكي: ليش النبي رجعني؟ أنا أتقن الرماية، رمايتي أنا بصيب فيها، ليش لا يرجعني؟ قالوا: يا رسول الله عم يبكي يتقن الرماية. قال: اجيبوا حطوا له دريئة ارمي نشوف. رمى أصاب، فأزن النبي له، فبكى رفيقه، رفيقه بكى 12 سنة عمره بكى. ليش عم تبكي أنت؟ قال: شلون بيأذن لرفيقي وأنا لو صارعت رفيقي بصرعه، أنا بغلبه إذا بنتغالب سوا.
جيبوه صارعوا قدامي صرعوا، فأذن النبي له. أولاد هم دخلوا للمعركة قتلوا رأس الشر في هذه الأمة، قتلوا أبو جهل، طفلين صغار قتلوا أبو جهل. أبو جهل ينزل للمعركة راكب جمل حاطط على رأسه جرن قبة، جرن من رخام ما بيأثر بالسيوف، حامل رمح 6 أذرع يعني 3 أمتار، 3 أمتار بيغزل واحد مثل الزيتونة بيغزل. راحوا وحطوا مخطط وضربوا الجمل من رجلتينه فسقط الجمل للأفا، لما وقع نزلوا فيه فقتلوه لكن ما خلصوا عليه. اجا ابن مسعود قعد على صدره وذبحه. فهي اخواني همي طفل نازل لمعركة، نعم همي. ابو قدامة، ابو قدامة سمعتوا بها الاسم؟ هذا كان قائد جيوش الشام الى فلسطين في زمن صلاح الدين الايوبي، قائد الجيوش. أرسل له صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه أن يعبئ الجيش ويطلع معه إلى فلسطين. ما في إزاحة، كان يمشي بالشوارع إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد. طيب إلى الجهاد بالليل ندق الباب، طلع من فوق مين بالليل واحد بدق على بيت القائد، شو في؟ واذا امراه قالت له يا ابا قدامه افتح. شو افتح؟ قالت له الله يعلم اني لست بامراه سوء، انما الي عندك حاجه، افتح. نزح فناولت سره، خذ السره السلام عليكم. رجع صرة كاتبة فيها ورقة، إنك لما دعوت إلى الجهاد اشتعل قلبي حبا في لقاء الله، فما وجدت ما أنفق في سبيل الله إلا ضفيرتي قصصتهما وضفرتهما لجاما لفرس تعطيه لمجاهد يجاهد في سبيل الله. لعل الله أن ينظر إلى صدقي فيغفر لي. فقال والله الجام لحطه لفرسي هذا. على بكرة طلعوا ماشيين، واز غلام عمره 12 13 سنة ماشي بين الخيل. التفت أبو قدامة، يا شو يا ابني رجع رجع، وين رايح؟ غلام 13 سنة رجع. رفع راسه قال له يا عم ألمثلي تقول له ارجع؟ أنت أحق بالرجوع مني، أنت ارجع ما أنا اللي برجع. للقائد العام أنت أحق بالرجوع، أنت ارجع. شو أنا؟ قال له يا عم، قال له أنت راكب فرس، إذا احتدم الحرب تحسن تهرب، أما أنا إما أن أستشهد وإما أن أنتصر. يا شهادة يا نصر. أبو قدامة قال فرأيت من عقله، ما جيبوا له فرس، جابوا له فرس مشي قدام القائد صار يحدث القائد، قال فما رأيت أعلم منه ولا أفقه منه لوصلوا إلى المعركة. غلام نعم، لكن ابني هذا يلي بيحب، يلي بيحب ما بالحكي، حبك بحبك، هذا الحب يا ابني عمل،
أن تصرف ما تملك في حب من تملك. لما وصلوا للمعركة صف الصفوف أبو قدامة، فالغلام أول صف شاف الغلام عم يطلع، خير يا ابني؟ قال له انتظرني قليلا، استنى دقيقة. شاف قائد الروم قيادة، قال له يا أبا قدامة أعرني سهما فإن معي قوس وليس معي سهم، عرني سهم. قال له يا ابني هلا في هالموقف في واحد بيعير تاني سهم؟ سهم بيعادل الحياة هلا. قال له عرني سهم وما بتندم عليه. جبر لخاطره عطى سهم، فطلع حط السهم براس اللواء، اللواء اللي حامل الجيش كله، حط السهم نفضه اجى براسه قتله، طرب الجيش، جيش الروم اضطرب. حطوا يلي تحت اللواء شو عميد، حطوا العميد. قال له عيني سهم ثاني. لما صار شافه صاب قال له انا شريكك، قال له اذا بتعطيني سهم ثاني. قال له خذ سهم ثاني، حط على اللواء ضربه قتله. قال له انا شريكك، قال له اعطيني سهم ثالث، اعطاه سهم ثالث. حطوا العقيد، حطوا رض نفض العقيد ثلاثة، شتت الجيش كله. اجا سهم فقل على رأسه، فقال له يا أبا قدامة أوصيك، الله ما أعظم تربية يا ابني، ما أعظم تربية أهل الله. قال له أوصيك، خير يا ابني؟ قال له بتأخذ السهم بتوصله، بتأخذ الخرج بتوصله لأمي، الخرج بتوصله لأمي. مين أمك؟ قال له بتوصله لأمي، لما بتوصله بتعرف مين أمي، بالحي الفلاني بالحارة الفلانية علامة بيت كذا مات. فأبو قدامة الله يرضى عنه قال له الله نصر الجيش بهالغلام، احفروا ودفنوا لي اياه، دفنوا قدامه، حفروا دفنوا، اجوا في المساء له على وش الارض. ما قلنا لكم دفنوا، والله دفننا، احفروا غمقوا دفنوا، دفنوا. فاز اليوم الثاني على بكره لقاه على وش الارض، استغرب ما دفنتوا؟ دفننا. قال لهم عمقوا، دفنوا عمقوا، عمقوا ودفنوا. أبو قدامة عمل تفتيش، رجع في المساء وجدوا على وجه الأرض. سأل المشايخ شو رأيكم؟ قالوا له لعله خرج بلا إذن أمه، إذا واحد خرج بغير إذن والديه لا تقبله الأرض، تركوا. ففي الليل أتت الأسود فأكلت، ونزلت العقبان والنسور فأكلت منه، فزعل بكرة شاف عظام ما في شيء. لما رجع ازدل على بيت أمه، دق الباب، فخرجت بنت صغيرة عمرها 7 سنوات، فلما رأت الخرج صاحت يا أمه يا أمه لقد استشهد أخي، 7 سنين. طلعت الأم قال لها هذا الخرج من عزيك بابنك، قالت له بالله عليك أسألك قبل ما تعطيني الخرج بسألك سؤال، هل قبلت الأرض ولدي أم لفظته؟ أشعر بلونه.
أبو شو عرفك؟ قال لا والله ما قبلته. قال ما لح حاكيك لا أسجد لله سجدة الشكر. سجدت شكر لله، اللهم لك الحمد الذي استجبت دعاء ولدي. قالت له كان ولدي يقوم الليل، يقوم الليل يبكي ويقول اللهم لا تحشرني بين يديك إلا من بطون السباع وحواصل الطير، فإنه لا عمل لي أراك ولا عين أراك بها، لك الفضل وأنا مقصر مذنب مقصر. عرفتني يا أبو قدامة من أنا؟ قالت له أنا اللي جبت لك الضفائر. هي الأم وهي الابن وهي البنت كلهم همة أرادوا الله. الله جعل على إيده نصر الجيش بثلاث سهام. هكذا يا ابني، من أراد الوصال بده يسلك على يد أهل الله، يسلك وهو طالب الله، ما طالب غير الله. إياك أن تطلب غير الله. ذلك يلي بيدخلوا في السلوك كتار، لكن اللي بيصلوا قلال. بيدخلوا في السئ، بيدخلوا 10,000 أخ بينجح منهم واحد. الذي أخلص لله في كل حياته وطلب الله في كل مراده هذا الذي ينال العطاء. وإلا متى وجد في قلبك ميل للغير، أو متى وجد في قلبك طلب للغير، انقطعت عن الوصول. ما لك من أهل الوصال ولا من أهل العطاء. لذلك التقى بعض أولياء الله ببعض العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعالم صار يعمل حاله أنه فهمان على ذلك الولي الصالح. بتعرفوا أحكام الطلاق، بتعرف أحكام العدة، بتعرف أحكام كذا. فذلك الولي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له إذا أردت أن يتسع عليك علم الأذواق فاقطع عنك مادة الأوراق. بدك الذوق تتذوق، اقطع عنك مادة الأوراق، فإن الأوراق ما دمت متكلا عليها فأنت متكل على كنز غيرك. وين الكنز اللي فيك أنت؟ كنزك أنت وينه؟ هذا كنز غيرك. قريت كتاب غيرك، قريت علم غيرك، صرت فيه عالم. علمك أنت وينه؟ صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من قال أنا عالم فهو جاهل. متى ادعى العلم؟ أنه ما أخذ. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شو أخذت أنت من هالقليل؟ إذا سيدنا موسى وسيدنا الخضر قال له علمي وعلمك هالنقطة اللي أخذ العصفور من البحر، والباقي هو علم الله. فإذا سيدنا موسى كليم الله وسيدنا الخضر عبد الله أخذوا نقطة من البحر، فأنت شو أخذ من هالنقطة؟ ولا رزاز ملك أخذ. لا تعتمد يا ابني على كنز غيرك. العاقل من اعتمد على كنزه لا على كنز غيره. لما بيعتمد على كنز الغير هذا فقير ما له غني. أما الغني من اعتمد على كنزه. وفيك كنز، كل واحد فيكم يا ابني فيه كنز. ورد في بعض الأخبار
لو ظهر نور إيمان الفاسق لأطفأ نور الشمس والقمر. نور الفاسق، فما رأيك بنور المؤمن؟ وما رأيك بنور المقرب؟ وما شو يا ابني؟ ما كلام بدها يا ابني همم. أعطي همة، وين همتك؟ صلاة الصبح ما عم تحسن تفز عليها، تهجد ما عم تحسن تفز عليه، أنت ما عندك همة، أنت ما بتصلح أن تكون مريدا. مريد ما في نوم بالليل، ما بينيموه بالليل، قوم. فبعض المريدين قال له الله جعل الليل للنوم، قال له مو إلك. الله قال والضحى والليل إذا سجى. ليش أقسم بالليل؟ قال لأن الليل هو موعد لقاء القلوب العارفين به، موعد لقاء المحبين به. الليل هو موعد اللقاء. قوم أنت نايم، ما عم تصحى ولا عم تقوم ولا، وعامل حاله أنه فهمان ما شاء الله. فأعتمد يا ابني على كنزك، لا تعتمد على كنز الغير. وأكمل ما في، أكمل ما في الوجود يا ابني كنوز قلبي، قلوب أهل الله، قلوب العارفين بالله. هذا الكنز الذي لا يفنى جوهره ولا ينقص ثمنه، هذا الكنز العظيم خذ من قلوب أهل الصدق، أهل القرب، خذ من قلوبهم صدق التقرب إلى الله وصدق التوجه إلى الله. أن لا تميل عليك يوم يميل عليك وأنت تنشغل عن الله لحظة. كان شيخنا الله يرضى عنه، رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول يا ابني والله عم عد على حالي الأنفاس، الأنفاس عم عدها، إذا نفس خرج بغير ذكر اعتبرت نفسي على غير الإيمان. نفس اللي احنا كم نفس عم يطلع وكم نفس عم يدخل بغير ذكر، عم يعدوا الأنفاس. لذلك يا أخواني، من حفظ الأنفاس كان عند الله من الأنفاس. من حفظ الأنفاس، تحفظ نفسك بدوام الذكر والحضور مع الله، تكون عند الله من الأنفاس، من الغالين، النفيس، الشيء النفيس الغالي. هذا يا ابني المستقيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في خوف؟ لا، أنتوا لا تخافوا، الدنيا لا تخيف، ما فيها شيء يخيف. الجن شياطين ما بتخوف، بتخاف منك أكثر ما أنت تخاف منها، بيخافوا منك أكثر ما أنت تخاف منهم. لكن بيقولوا واحد ضبعه انضبع، بيقولوا الضبع بيبول على ذنبه وبيجي بيرش عليه، فإذا رش عليه بينضبع، بيلحق وبيقول له يا بابا يا بابا، هو بيمشي قدامه هو بيمشي ورا الضبع يا بابا، حتى يصل للمغارة. إذا دق راسه بالمغارة وطلع الدم بيصحى، وإذا ما دق راسه بفوت لجوا بيكون أكل للضباع. فالشيطان هيك عم يعمل، عم يبول على ذنبه، عم يرش، عم يلحقه. هذا للمال وهذا للبطن وهذا للأهل وهذا يا ابني المؤمن لا يخاف. أن لا تخافوا، المؤمن ليس له خوف إلا خوف واحد من الله، يخاف من الله، يخاف أن يراه الله على خطيئة، يخاف أن يراه الله على غفلة. دائما حارس قلبه، الله ما ينظر إلى قلبه طرفة عين تشوف قلبه غافل، بيخاف من الناحية. قال إلا تخاف ولا تحزن. ليش؟
قال لي انه نحن اولياؤكم، نحن اولياؤكم، نحن عم نتولى شؤونكم. ملائكة عم تتولى الشؤون، نعم. والحديث اظن كلكم حفظتوه، ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم، ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم، ان غابوا يفتقدوهم، وان كانوا في حاجة أعانوهم، وإن مرضوا عادوهم. الله أكبر، عم يزور إذا كان مريض وإذا كان في حاجة أعانوهم. أن لا تخافوا، مؤمن لا يخاف ولا يهاب. بعض المقربين الله عز وجل يرضى عنهم، بس عم يجيني هيك بعض، يعني أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، بعض أهل الذكر رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوه فحكموا عليه بقطع الرأس، فقام السياف فأمره القاضي له اضرب، ضرب السيف فمر السيف والرجل لم يتأثر، آهي مغمض عيونه، اضرب اول ضرب ما في حدا، شلون ما في حدا؟ قال والله ما في حدا قدامي، شو بدي اضرب؟ قال له ليكو قاعد، قال له تعال اقعد لمحلي، اجى لمحله ما شافه، وين راح؟ فعفى عنه، قال له لما قلت له اضرب ما خفت، قال له ما سمعتك، سمعت الله يقول لي لا تخاف ولا تحزن، أن لا تخاف ولا تحزن. فالملك قال له هذا اللي يدي شاكي عليه مين؟ هاتوا اللي شاكي عليه. مثل هذا ما بيعمل، هذا قطع راس ما اشتغل السيف يلي نزلوه على الأسد، جوعوا الأسد ثلاثة أيام، جوعوا الأسد نزلوه على الأسد خليه فتته تفتيت يأكله، لما عم ينزلوه من البير الأسد عم ينط عم يصرخ، لما وصل لقدامه الأسد هدأ وقعد حط دقنه على ركبة الشيخ وصار يبكي. أسد صار يبكي، أنا أزيك وأنت حبيب لله، أنا أزيك وأنت مقرب إلى الله. خمس دقائق عشر دقائق، الملك قال شو هال؟ ثلاث أيام جوعان حاطط دقنه على ركبة الشيخ وعم يبكي. رفعوا الشيخ نشوف، لما رفعوا جن الأسد الحال، طلع وين أخذتوا لي؟ نزلوا مرة تانية، رد الأسد أحد، صار يشمشم له رجلي وحط كيدانه على ركبة رجله الشيخ. فالملك قال هذا رجل ما بينقتل، هذا رجل من أحباب الله الأسود، طالعوا. الملك قال له أنا عفيت عنك، قال له مو انت اللي عفيت، قال له بس بدي اسألك سؤال، لما نزلوك غمضت عيونك خوفا؟ قال له من ايش؟ قال له ما نزل اسأله، والله لا جاي لبالي اسأله، قال له بس عم تنزلني فكرت انه اذا كان هالوحش لحوسني، إذا لحوشني يا ترى ريقه طاهر ولا نجس؟ إذا بدي يصلي أوعية طاهرة ولا نجسة؟ وين؟ هذا وين وهذا وين؟ فيا ابني الاستقامة
الاستقامة عجائب الدنيا بالاستقامة. والنبي قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا عطاء الله عز وجل. أي شيء لا تحصوه فيه وأبشروا، أبشروا بالجنة. لا تحصوا العطاء، أبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياء. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك اجى واحد عند سيدنا أبو يزيد البسطامي قال له أوصني، أوصني أبو يزيد بدك يوصيك؟ قال له إيه أوصني. قال له وهل أنت عامل بالوصية؟ قال له بتوفيق الله. قال له لو أعطاك من العرش إلى الفرش، لو أعطاك من العرش إلى الفرش قل له لا أريد ذلك، أريدك أنت، أريدك أنت، ما بدي لا عرش ولا بدي جنة ولا بدي إياك أنت. الله يرضى عن أسيادنا النقشبنديين رضي الله عنهم وأرضاهم، جعلوا للمريد في كل نفس في الذكر، عم تذكر الله حابس نفسك، كل ما بتكون بدك تطلق النفس قول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، تحبس النفس مرة ثانية، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كل نفس عم تقول إلهي أنت 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 أنت، نعم، ما عم تلتفت لغير، أنت أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. حتى المريد بتكرار كلمة أنت 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 أنت، أنت بتلاحظ وهو معكم أينما كنتم، بتلاحظ الله يراك، الله معك. هذا يا ابني المؤمن الأخ الذاكر الذي يريد أن يبلغ مراده في الذكر وأن يصل إلى مطلوبه في الذكر. فالإرادة مبدأها الهم ونهايتها الهمة، هذه الإرادة. فمن أراد أن يكون من أهل الهمم فإياك أن تتعلل. احفظوها كلمة نادرة، بتعلل والله مشغول، والله عندي مشغول، والله عندي روحة، والله عندي جاية، والله عندي. متى ما تعللت بعمل قطعت، قطعت عن الوصال والاتصال والمراد. متى طلبت فأنا حاضر على الباب، ما بنشغل ولا بلتفت، ولا مهما كان عندك شغل، مهما كان إذا طلبت تترك الكل وبتجي. وهذا هذه الهمة التي ينتفع بها المريد. سلوا الله التوفيق يا أبي. الإرادة بدها توفيق إلهي، الاستقامة بدها توفيق إلهي. سلوا الله التوفيق وبذلوا الهمة أن تكونوا أصحاب، أصحاب همة. فإذا توجهت همة المريد إلى طلب شيء بالله يتحقق. أما إذا توجهت همة المريد إلى طلب شيء بغير الله لا يتحقق. وهذا امبارح بالدرس أنا حكيت لكم، اللي كان بالدرس امبارح، أنه الدواء إذا استعملته بأن الدواء هو الذي يعطيك الشفاء فالدواء ما بيشفي والطبيب ما بيشفي، الشافي هو الله. فلذلك بتأخذ الدواء معتمد على الله أن يشفيك. هذا يا ابني المراد أن يكون الله في كل أمورك. اطلب الله
ثم اطلب الدنيا. من بعد ما بتطلب الله، اللهم إني أريد كذا، تروح تسلك الطريق. أما أن تقصد الحياة بمرادها من غير الله فهذا فشل في الحياة. الله يجعلني وإياكم من أهل الصدق يا ابني، كونوا من أهل الصدق في المراد وفي الطلب حتى تحققوا المراد. أنس خدم النبي 10 سنين، ما قال النبي له لأمر عمله لما عملته، ولا لأمر لم يعمله لما لم تعمله، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. عرضت عليه ستنا عائشة، قال إن يكن من عند الله يمضي، إن يكن من عند الله يمضي. سيدنا جبريل جاب له صورتها من الجنة على حرير من حرير الجنة لستنا عائشة، فقال إن يكن من عند الله يمضي. ما قال له دخيلك شو هات لشوف شو إمتى بدي تصير وإمتى. إن يكن من عند الله يمضي، الأمر ما عنده مو من عندك. فإياك أن حياتي عمل إلا بالله. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بالله، لله، من غير ما يكون لك وجود. معنى ذلك يعني أنتوا هلا يا أخواني في الحياة كطلاب كسالكين كذاكرين كلكم يا ابني، قبل أن تبدأ العمل اطرق باب الله، اللهم إني أريد كذا وكذا فيسره لي، ثم توجه إلى العمل بعد أن تطلب من الله. اللهم إني أريد الذهاب إلى أهلي، بدك تروح البيت. إني أريد الذهاب إلى أهلي حبا فيك لأدخل عليها السرور بحبك، بدك تدخل السرور على أهلك بحب الله. رايح لله ما رايح لنفسك، روح وعود وبذل كل جهدك بالله ولله. عمل زيارة إنسان، زيارة أخ، بالله ولله. اللهم إني أريد زيارة فلان لوجهك الكريم، اللهم ارزقني الإخلاص في زيارتي، أمدني بمدد من عندك حتى أدعوه إلى محبتك وإلى ذكرك. قدم طلب إلى الله أنه أنا رايح مشانك ما مشاني، أنا رايح لوجهك الكريم ما رايح لعملي. هذا المريد يا ابني الذي يكتب الله له التوفيق في كل عمل. وجربوا، الله ما بيتجرب، لكن جرب إيمانك بهذا القول، هل هو ثابت؟ عامل الله شوف، إذا كان توسع العمل وزاد خليك على بابه، وإذا لقيت العمل ما توسع ولا رجع لما تريد. وهل يريد، هل يرى الإنسان مثل عطاء الله وكرم الله؟ اللهم اجعلنا من الصادقين. فهم يا إخواني صاحب لا يتعلل، صاحب الهمة لا يتعلل، مشغول، عندي وعد، جايني ضيوف، جايني ما في وقت. الله وقت، كن مع الله. الله عز وجل بلين يا ابن قلوب الخلق ويعطيك ما تريد إذا أردت. إنما المريد من كان نومه غلبة، المريد لا ينام إلا لما بينعس، المريد من كان نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة.
من كان نومه غلبة، ما بينام إلا حتى يتغلب النوم عليه، أما ما بيعرف إلا طول ما له أهل بده ينام. نومك بكفي 3 ساعات 4 ساعات، نام 5 ساعات 6 ساعات لسه بده نوم. المريد من كان نومه غلبة، بتغلب عليه النوم. الله يرضى عن أبي حنيفة يا ابني، شو الرجال اللي كانوا وين لحنا وين هنين؟ 40 سنة مضجع على الفراش، 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، 40 سنة ما يوم يومين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، كان ينام يخفق راسه خفقة أو خفقتين فيقوم إلى الصلاة، هو قاعد خفقة أو خفقتين فز على الصلاة، ما كان في ساعات يظن أنه صار الوقت فز فيحيي الليل. أبو حنيفة يلي ما بيعجبهم بيقول أبو حنيفة هات لشوف، صير غبرة من غبرة أبو حنيفة. هؤلاء الرجال يا ابني نومه غلبة وأكله فاقة، فاقة مقدار ما تسد الجوع فقط، أما عبي البطن طول ما له قاعد شوفوا عم يتبعج من كثر ما معبي. هذا يا ابني هذا ما بشي مريد ولا بيتذوق حلاوة الذكر، بياكل مقدار ما يكتفي، أقل ما يشبع بفز. وكلامه ضرورة، ما بيحكي إلا الكلام الضروري، كأنه كلمة اللي بده يحكيها ممكن ياخذوا يعطوا معه، ما فاضي، ما بيحكي إلا الكلمة الضروري، بيأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله، حتى يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه لا له، هذا الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. فهي الهمة اللي بده يكون صاحب همة، هذا وهناك ناحية لازم تنتبهوا إلها. بعض الإخوان بعض السالكين بيستعملوا الرخص الشرعية، شفت بعض السالكين شاب عمره 17 سنة عم يصلي السنة على القاعد، شو هذا يا ابني؟ قال ايه جائزة، جائزة بس إلك نص أجر القائم، عم يصلي السنة. المريد إذا أخذ بالرخص لا يأتي منه خير، همة ورخصة ما بيجتمعوا سوا، الهمة ما بيأخذ إلا بعزائم الأمور بالشدائد، دائما بقوة، دائما بده يكون هو أول، ما بيرجع لورا، بده يكون دائما أول. هي همة السالك يا ابني، همة السالك أن يكون دائما الأول في كل عمل، تطبيقا لقول الله تعالى وأمرت لأن أكون أول من أسلم. أول أي صنعة بتدخلها بدك تكون أول، أي دراسة بتدخلها بدك تصير الأول، هذا هي الهمة يا ابني، هي الهمة. دخل في صنعة تم إجير 2 3 إجير، إمتى بدك تصير صانع؟ إمتى بدك تحفظ؟ ما له أخر، هذا ما في خير، ما في همة يا ابني. بشهرين لازم تصير صانع، 5 6 أشهر بدك تصير معلم،
وبيقولوا يلي له عيون وراس بيعمل مثل ما بتعمل الناس بالنظر بتتعلم، اما عم يستنى لحتى معلمه يقول له اعمل كذا وساوي كذا وساوي كذا. لا يا ابني، صاحب الهمه يا ابني ما بياخذ الرخص، الرخص الشرعيه خاصه، بصح يعمل كذا، بصح يعمل كذا، بصح. دائما خذ بالشدائد، بالشدائد. والله بعض اوقات يا ابني بقعد ببكي، ببكي انه اللي ما عم بحسن اقعد على التشهد على ركبي، انه عم بقعد على الكرسي بدي اقعد حتى بالتشهد على ركبي ما عم بحسن. ببكي بعض اوقات انه يا ربي رد لي هالقوه لارجع اقعد بالتشهد من غير ما اقعد على الكرسي. ما افهم السنن بعض اوقات صليها على الواقف، ما عن قاعد ما بحب اقعد. لا تاخذ بالرخص، خذ دائما بالعزائم. فالمريد من اخذ بالعزائم، اما اللي بيشتغل بالرخص والكسب دائما بس منشان يزيد المال، ماله بحاجه بس منشان يزيد، فليس يجيء منه شيء. الله يوفقكم يا ابني تكونوا اصحاب همه، اصحاب همه. يمكن نحتاج لدرس ثاني لحتى تصيروا اصحاب همه. همم، بيقولوا لا يبلغ القمم الا اصحاب الهمم. بدك تصل لقمه الجبل بدك تعطي همه. لا يبلغ القمم الا اصحاب الهمم، اما عجوز ضعيف كسول وبده يطلع لفوق على الجبل امتى بيصال؟ الله يستر ما يضحك من فوق لتحت. كونوا اصحاب همم يا ابني. صاحب الهمه اللي بيحط قدامه الهدف، حطوا قدامكم الهدف. شو الهدف؟ شو الهدف؟ الله، الله، هذا الهدف. رضاء الله هذا الهدف. بذيل الهمه لتبلغ هذا الهدف. هدف عالي، هدف ازهقت له الارواح وقتلت فيه الاشباح حتى يصلوا. قتلوا، انت من غير ما تقتل تصل. اعطي الهمه لتبلغ الى القمه. كونوا اصحاب همم لا أصحاب لمم. لمم الفتافيت، لا تكون من الفتافيت، كن من الرجال سباقين دائما، وقرأوا القرآن. والسابقون السابقون، أول درجة الله ذكرهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثاني درجة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. إذا ما في لا من أصحاب اليمين ولا من السابقين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. الله يلطف فينا وفيكم، ويغفر الله لنا ولكم، ويتقبل الله مني ومنكم. اللهم نسألك بجودك وفضلك وكرمك وإحسانك، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والإنعام، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والإنعام، نسألك بجودك وفضلك وإحسانك أن تكشف الغمة عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع البلاء عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع البلاء واكشف الغلاء واكشف سفك الدماء عن أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. اللهم ألهم الشعب وألهم الرئيس، ألهمهم الرشد وجنبهم الزلل. اللهم خذ بأيديهم لما فيه رضاك عنهم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.